السلام عليكم. زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، هنبدأ نتكلم في الفيديو ده عن الثيري او النظرية او الجانب النظري للموضوع بتاعنا. طبعا قبل ما نبدأ، كان في لينك حطيته على الالفابيتس بيج على فيسبوك، لو محدش شافه ياريت لو يشوفه. كمان هسيب اللينك ده ولينك تاني في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده، عشان الناس اللي ما عندهاش خلفية عن الميكانيكا او الفيزياء بشكل كافي تقدر ان هي تاخد فكرة، عشان انا هفترض انك عارف بعض المفاهيم عشان امشي معاك في الفيديو ده. نبدأ بالمعادلة بتاعتنا البسيطة دي. work اللي هي W بيساوي التغير في الطاقة، هنا نقصد طاقة الحركة، تمام، زائد الwork اللي بيضيع على الريزيستنس. واحدة واحدة نبدأ نشرح الموضوع ده. يعني الwork ده اللي هو الwork اللي انت بتعمله على العجلة، تمام، الورك اللي انت بتحطه على السيستم، والسيستم هنا اللي هو العجلة بتاعتك، وانت راكب عليها رجليك بتشتغل، فرجليك بتعمل شغل تمام على العجلة، فهو ده الورك. الدلتا يو اللي هي التغير في الطاقة، وهنا احنا بنتكلم على طاقة الحركة، فدي بتمثل التغير في السرعة. يعني انت لما بتشتغل على العجلة، العجلة بتتسارع معاك فسرعتها بتتغير، فبالتالي طاقة حركتها بتتغير، تمام. فعلم مثالي، المفروض الشغل اللي انت بتبذله على العجلة كله 100% منه يتحول لطاقة حركة على العجلة بتاعتك، يعني كل جول انت بتحطه على العجلة يتحول معاك يترجم معاك لسرعة بالعجلة، تمام. بس ده طبعا في عالم مثالي. في العالم الواقعي، في مجموعة من المقاومات اللي بتقع عليك وعلى العجلة، لازم انت تدفع لها الاول عشان تبدأ تحصل على سرعة وتحصل على طاقة حركة في العجلة بتاعتك، تمام. يعني في العالم الحقيقي، في مجموعة من المقاومات لازم تتغلب عليها الأول، لازم تاخد منك جزء من الشغل، ضريبة، هي ضريبة. يعني انت بتبذل شغل، جزء من الشغل ده تمام is lost against different forms of resistance. يعني جزء من الشغل اللي انت بتبذله هيروح، تمام، جزء منه بقى هيبقى ده الجزء الفعال، ده اللي هيتحول لطاقة حركة او هيتحول لسرعة على الدراجة بتاعتك. طيب خلينا نتكلم عن كل جزء من الثلاثة دولت، كل ترم من الثلاث ترمات دولت، خلينا نتكلم عنه بشيء من التفصيل، عشان لو انت ما فهمتش يعني من الكلام اللي انا قلته. خلينا نبدأ بالكلام عن الورك او الشغل اللي انت بتبذله على العجلة. طبعا انت عندك هنا ده البدال بتاع العجلة بتاعتك، يعني ده البدال، اكيد كل الناس عارف ايه هو البدال، تمام. انت لما بتضغط بقوة على الكفة بتاعت البدال هنا مثلا، تمام، بتضغط عليها بقوة معينة، بتحرك البدال زاوية هنسميها الفا. يعني انت بتلف البدال، بتلف زاوية معينة، تمام، بالقوة دي. لو انت ضربت القوة في دراع العزم اللي هو من هنا لحد هنا، ده اسمه دراع العزم. لو انت ضربت القوة في الدراع بتديك حاجة اسمها العزم اللي هو التورك، تمام. ولو ضربت التورك في الزاوية اللي انت حركت البدال بيها، بيديك الورك اللي انت عملته، تمام. دي وسيلة ادخال الشغل على السيستم، تمام. يعني ده الشغل اللي انت بتبذله، القوة اللي انت بتحطها مضروبة في دراع العزم اللي هو هنا نص طول البدال او طول الدراع الواحد للبدال في الزاوية اللي انت بتحرك بيها البدال. فده الشغل اللي انت بتعمله على العجلة. نيجي نتكلم عن الدلتا يو او changing kinetic energy او changing energy. طبعا هو الدلتا يو، القانون ده، القانون اللي فوق قانون عام، فدلتا يو هي معناها تغير في الطاقة، بس احنا هنا بنتكلم على حركة، احنا معتمدين ان هي حركة افقية، فالشغل اللي احنا بنحطه كله بيترجم لطاقة حركة، تمام. طيب الكاينيتك انرجي بتساوي نص الكتلة اللي هي ام في في سكويرد، في ديت اللي هي السرعة. يعني انت مثلا لو انت عندك ادي العجلة وانت راكب على العجلة وماشي بسرعة V مثلا، كتلتك زائد كتلة العجلة اللي هي مثلا لو سمينا كتلة العجلة M1 وكتلتك انت M2، اجمعهم الاتنين مع بعض، تمام، دول كتلة السيستم كله، خد نصهم وضربهم في مربع السرعة، ده بيديك الكاينيتك انرجي او الطاقة الحركية بتاعت النظام. طيب كده يعني انت لو قلنا ان كتلتك ثابتة وكتلة العجلة ثابتة، طبعا ده طبيعي، يعني انت اكيد مش هتزيد وتخس وانت راكب على العجلة،
كتلتك ثابته وكتله العجله ثابته والنص ده ثابت، فاصبح المتغير الوحيد اللي عندك هو السرعه. يعني انت دلوقتي تقدر تقول ان الكاينيتيك انرجي هي داله في السرعه، يعني الكاينيتيك انرجي لو زادت ده معناه بالضروره ان السرعه زادت، والعكس لو السرعه زادت يبقى معناه ان الكاينيتيك انرجي زادت، ولو السرعه قلت تبقى الكاينيتيك انرجي قلت. طيب التغير بقى، تغير في الكاينيتيك انرجي، التغير في الطاقه الحركيه، ده معناه ان انت مثلا كان عندك سرعه ابتدائيه V1 وعندك سرعة نهائية V2، التغير بيبقى دالة في السرعة النهائية والسرعة الابتدائية، مش يعني التغير برضو مش دالة في الكتلة، هو تغير دالة في السرعة النهائية والسرعة الابتدائية. تمام، بتطرح المربعين من بعض، بس ده مش مهم دلوقتي. بتطرح مربع السرعة الابتدائية من مربع السرعة النهائية. نيجي بقى للنقطة اللي هيكون فيها كلام كتير شوية، وهي نقطة الورك اللي بيضيع على الريزيستنس، تمام، او الورك اللي بتعمله الريزيستنس على السيستم. ممكن تقول الاثنين، بس انت طبعا لو انت ما انتش فاهم الفرق ما بين الصياغتين فمش مهم، هو اعتبر ده الورك اللي هيضيع منك، الورك اللي انت هتعمله بس مش هتاخد بيه سرعه ولا هتاخد بيه طاقه في السيستم، انت هتفقده، ده هيفقد. طبعا بنقول الورك لوست اجينست ريزيستنس، ماشي نفس الكلام. there is different forms of resistance، يعني احنا اتكلمنا قلنا ان في اشكال مختلفه من المقاومات، او في اشكال مختلفه من السكك اللي هيضيع فيها شويه من الشغل اللي انت بتبذله. طيب ايه هي الاشكال دي؟ اول حاجه عندنا حاجه اسمها الميكانيكال لوسز، وفي ناس بتسميها الدرايف ترين لوسز، تمام، وفي عندك الويند اللي هو الاير دراج او الايروديناميك دراج، ممكن لها كذا اسم، وفي الرولينج ريزيستنس، وفي حاجه رابعه اللي هي مش ريزيستنس بس ساعات يعني. طيب خلينا نتكلم على كل واحدة منهم بالتفصيل، ولما نيجي عند الكلايمب هنبدأ نتكلم عنها برضو ايه بالتفصيل. اول حاجة خلينا نتكلم عن الميكانيكال لوسز او الدرايف ترين لوسز. طبعا انت لما بتيجي تشتغل على البدال، رجليك بتدوس على البدال، تمام، البدال بينقل الحركة للتشين او للسلسلة اللي هي الجنزير، بعد كده الجنزير بينقل الحركة للتروس الخلفية اللي هي الجيرز الخلفية، وبعد كده الجيرز في متوصله بالويل، فالحركه عماله تنتقل من البدال للتشين للجير للويل، تمام. طبعا في ميكانيكال لينك ما بين كل واحده من دول والتانية، وبطبيعه الميكانيكال لينكس دايما بيكون فيها لص بسبب الاحتكاك بقى، بسبب اي سبب تاني، غالبا بسبب الاحتكاك يعني. فمن كل الحركه لما بتيجي تنتقل من نقطه لنقطه في جزء بيضيع، 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 كل ما بين في اي الميكانيكال لينك في جزء بيضيع من الشغل. فهو ده هي دي الميكانيكال لوسز اللي احنا بنتكلم عنها، تمام. طبعا الميكانيكال لوسز غالبا ثابته، يعني مش بتتغير مع السرعه، يعني انت لو انت بتسايق العجله بالراحه الميكانيكال لوسز تقريبا هي حتى لو انت سايق العجله بسرعه عاليه جدا، تمام. وفي الطبيعي ما بتكونش قيمتها كبيره، يعني اعتقد في ما يلي في الفيديوهات انا ممكن اتجاهلها او هعمل لها اسيوم، لان هي ما بتختلفش من عجله للتانيه ولا ما بتختلفش كتير، انت ممكن تعمل لها اسامشن وتطلع اسامشن كويس. هي بس بتختلف بانك مثلا بالمينتيننس او بالصيانه بتاعتك للعجله بتاعتك، انت العجله بتاعتك لو انت مزيتها والاحتكاك قليل ما بين الميكانيكال بورتس هتلاقي الميكانيكال لوست بتاعتك صغيره، انما انت مثلا لو سايب الجنزير ما عليهوش زيت وناشف وسايب الحاجات مش متزيته كويس او مش متشحمه كويس، ده بيعلي الاحتكاك ما بين الاجزاء الميكانيكيه، وطبعا ده بيزود لك الميكانيكال لوسز كتير جدا. بعد كده عندنا الويند ريزيستنس او الاير دراج، ومبدئيا كده يعني دي مش على العجله بس، هي اي جسم بيتحرك في الهواء فهو بتقع عليه الريزيستنس دي، تمام. طبعا في ملحوظه احب اقولها، ان الجريتست لوس هي الاير دراج، تمام، يعني اللي احنا بنتكلم عليها دي حاليا هي دي غالبا اللي هتعمل لنا معظم المشاكل، وهي دي تعتبر اكبر قيمه في كل اللوسز اللي احنا هنتكلم عنها. طيب ايه هي الاير دراج؟ الفكره ان انت وانت ماشي على الطريق انت في هواء قدامك، فانت عشان تمشي بتشق الهواء كده حرفيا، فانت بتخبط جزيئات الهواء يمين وشمال وفوق وتحت، فانت جزيئات الهواء بتكتسب طاقه حركه منك، فطاقه الحركه اللي هي جزيئات الهواء اكتسبتها دي عباره عن شغل انت عملته عليها، فده السبب وراء ان في لوسز متعلقه بالويند ريزيستنس. طيب خلينا نتكلم شويه عن المعادله بتاعه القوه المؤثره بتاعه الدراج. المعادله بتقول لك ان النص
الرو اللي هي الاير دنسيتي اللي هي كثافة الهواء مضروبة في الكوفيشنت اوف دراج اللي هو السي دي في الفرونتال اريا. ده كده ثابت، ده ثابت خاص بكل عجلة، كل عجلة وليها حاجة وكل راكب وليه وضع. المهم يعني ده ثابت، ده ثابت، اعتبر ان ده ثابت مضروب في السرعة الفعالة بتاعة الويند او السرعة النسبية بتاعة الويند. وديت انا هنا فارض ان سرعة الويند في وشك تمام، وانت سرعتك في وش الهواء كده، فالاتنين هيتجمعوا مع بعض عشان تجيب الريلاتيف سبيد وتجيب المربع بتاعهم. فدي الفورس الخاصة بالاير دراج. طبعا من هنا نعرف ان القوة بتختلف مع سرعة الدراجة ومع سرعة الايه الرياح. بعد كده يفضل عندنا حاجة اسمها الرولينج ريزيستنس وحاجة اسمها الكلايمب ريزيستنس. الرولينج ريزيستنس قد تكون غريبة شوية ويعني ممكن نهملها في اغلب الوقت، لكن هي موجودة. الفكرة ان انت عندك عجلة، العجلة الامامية والعجلة الخلفية، طبعا الكفر ده مطاط تمام. فانت لو الجزء المتلامس مع الكفر والارض بيحصل له فلاتند، يعني هو بيبقى مسطح. يعني انت لو تخيل انك جبت كوره مطاطيه وكبستها وضغطتها على الارض، بتلاقي في جزء في الكوره من تحت بدا يتسطح لانك ضغطه على الارض، ضغط على حاجه مسطحه، فهو هياخد شكل الحاجه المسطحه دي تمام. فنفس الحوار مع الكاوتش بتاع العجله. انت لما بتيجي هنا مثلا لو تلاحظ هتلاقي ان الكاوتش راوند اهو، لا بس في جزء هنا اهو مسطح مفلطح، فلات تمام، فلات كونتاكت. طبعا المطاط مصنوع على ان هو يكون راوند، فانت عشان تخليه مسطح بيحصل له ديفورميشن، فبتفقد جزء من الطاقه. يعني الديفورميشن ده مش فري، ده لازم ياخد طاقه، لازم يتكبس عليه، يعني لازم ياخد شغل عشان يبقى فلات. فده برضو دي لوسز. طبعا دي لوسز بتبقى صغيره جدا، يعني مش بمقارنه بالهواء مثلا ولا مقارنه بالميكانيكال لوسز، دي اصغرهم. فدي غالبا يا اما هتعمل لها، يا اما هنتجاهلها بعدين، يا اما ان هي تبقى اسيوم، لان هي برضو بتعتمد على نوع الكاوتش. يعني انت سهل جدا انك تدخل على تشوف الكاوتش بتاعك مصنع من شركة ايه، من براند ايه، وتشوف مقاسه كام، وهتعرف تلاقي اسامشن للكلام ده، هتعرف تلاقي اسامشن كويس قوي يعني لللوسز دي. بعد كده في حاجه اسمها الكلايمب ريزيستنس، وطبعا بصراحه دي حاجه من عندي، يعني هي مش ريزيستنس قوي. هي انت مثلا لو انت طالع مطلع بيبقى فيه جزء من الوزن، هي مش ريزيستنس، هي في مركبه من الوزن بتاثر عليك تمام، فدي بتزقك بتسحبك لورا، فدي احنا بنعتبرها ريزيستنس. بس طبعا يعني مثلا انت لو طالع مطلع المركبه الوزن دي هتبقى في ظهرك فهتشدك، فبتبقى عمليا هي بتبقى ريزيستنس. انما انت مثلا لو نازل في الاتجاه ده، مركبه الوزن بتبقى معاك في وشك، فهي بتشدك لقدام، فهي ما بتبقاش ريزيستنس، هي بتبقى حاجه مساعده. فبتبقى انت لو اعتبرتها ريزيستنس في الحاله دي هتعتبرها ريزيستنس بالسالب. فبس دول كل اشكال الريزيستنس اللي بيبقوا على العجله، وان شاء الله هنكمل كلام في السيري في الفيديو اللي جاي، عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ده. في الفيديو اللي جاي بقى ان شاء الله هنحط كل المعلومات دي قدامنا، وهنحاول نطلع بقرارات ايه هي القوة او الكميات اللي نعرف نعمل لها سينسينج، وبالتالي التصميم بتاعنا هيكون عامل ازاي. يعني هنحاول نطلع بكونسبت او بفكرة تمام، ونحاول نعمل لها ديزاين في الفيديو اللي بعده. نشوفكم على خير، السلام عليكم.